طيب الفكرة كلها في ازاي تسحب ارباحك من الانترنت. الموضوع مش سهل خالص، الموضوع صعب جدا ومعقد جدا. انا كذاب جدا، الموضوع سهل، الموضوع بسيط. ازاي ممكن اي حد مهما كان فئته العمرية يقدر انه يسحب ارباحه من الانترنت؟ الموضوع سهل. ازاي تسحب ارباحك من ادسنس وازاي والسن القانوني للربح من الانترنت هقوله لك النهارده. كل الفكرة دي وكل التشنجات اللي بتحصل للشخص المبتدئ يقول لك انا بشتغل وبتعب وبعرق وبكسب وبعمل، ولكن نيجي عند سحب الارباح نقف. الموضوع صعب، الموضوع هسحب ازاي؟ على ايه؟ انا معيش فيزا، انا ما عنديش بطاقه، انا صغير، انا ايه؟ اهدى، الموضوع بسيط خالص، الموضوع مش محتاج كل ده. ازاي تسحب ارباحك؟ هقول لك النهارده. طيب الموضوع بيختلف من بلد لبلد عامه، ولكن انا هتكلم وهدي مثال على مصر وانت حاول تدي المثال على البلد اللي انت فيها. وليكن مصر، السن القانوني للربح او للشغل على النت وسحب الارباح هو 16 سنه. ده ليه؟ لان احنا بنطلع بطاقه واحنا عندنا 16 سنه. يعني ايه بطاقه؟ بطاقه يعني انك بتطلع سيم كارد او بتطلع شريحه باسمك، شريحه باسمك يعني بقى عندك فودافون كاش او اتصالات فلوس او اي حاجه لها علاقه بالحاجات دي عشان تقدر انك تسحب منها. يبقى احنا عندنا في مصر وسيلة عامة اسمها فودافون كاش. الوسيلة دي اقدر اسحب عليها من اي وسيلة تانية. ازاي؟ يعني مثلا اي موقع اختصار رابط حاليا بيدعم فودافون كاش هقدر اسحب على الرقم بتاعي عادي جدا وراح اسحب فلوسي. دي حاجة وانا عندي 16 سنة خد بالك. ولكن لو الموقع بيدعمش، مثلا الموقع ده ما بيدعمش فودافون كاش، هسحب على باي بال، هسحب على اي وسيله دفع عن طريق الوسيط اللي انا اتكلمت عنه في حلقه هسيبها لك في الاي فوق. عن طريق الوسيط ده هتقدر انك تاخد ارباحك عن طريق فودافون كاش، وهو هياخد الارباح دي مثلا باي بال ويديها لك فودافون كاش. الموضوع بسيط جدا وخلاص، الموضوع ده يعني خلصنا منه. ابوس ايدك ما تتكلمش فيه تاني. عندنا وسيط نقدر نسحب عليه ارباحنا عن طريق اي وسيله احنا عايزينها. يعني بلدك لو بتدعم فودافون كاش بس تقدر تسحب ارباحك عن طريق الوسيط ده بس كده. دي اول حاجه. طيب وليكن انا بلد ما فيهاش فودافون كاش، انا بلدي عامه جدا فيها باي بال. طيب الباي بال بسيط سهل جدا، كل الموضوع انك بتطلع فيزا. طيب السن القانوني للفيزا كام؟ 18 سنه او اغلب الفيز. يعني في فيز ممكن تكون بتبدا من 16 مش عارف، ولكن اغلب الفيز اللي بتفعل باي بال هي 18 سنه. يكون عندك 18 سنه عشان تقدر انك تطلع فيزا وتفعل بيها باي بال بحيث انك تسحب ارباحك من الباي بال. طيب نيجي للكبير بقى، الملك ادسنس. بيختلف من بنك لبنك. يعني انا عندنا في المنصوره، في السبلاوين، في البنك اللي انا بروحه، اي شخص اقل من 21 سنه ما بيسحبش ارباح. مفيش فلوس بتتسحب من اي شخص ما عندوش 21 سنه او اقل من 21 سنه. الموضوع مستفز جدا فعلا. انا كل ارباحي من جوجل ادسنس، كل حاجه ببعتها على اخويا دايما. اخويا كبير في السن شويه فبقدر ابعت عليه الفلوس، ولكن للاسف البنك اللي انا بسحب منه اسمه بنك اسكندريه عندنا احنا هنا في المنصوره في السبلاوين. البنك ده ما بيسحبش اقل من 21 سنه. في بنك تاني زي بنك القاهره بيسحب 18 سنه عادي. في بنوك بتسحب وبنوك لا، ولكن البنك اسكندريه اللي عندنا ده هو البنك الوحيد اللي فيه ويسترن يونيون. تمام؟ فانت ممكن، انا ما اعرفش دي عامه ولا لا، ولكن ممكن يكون بنوك ويسترن يونيون، بنك البنوك العربيه الافريقيه في البلد كلها او في البلاد كلها، بتسحب من 21 سنه. مش عارف المعلومه دي، ولكن عندنا احنا كده. ممكن يكون بيختلف في بلدك، ممكن يكون في بلد زي الاردن مثلا بيسحب من 18 سنه عادي، في بلاد تانية بيسحب من 18 سنه، ولكن احنا عندنا في مصر 21 سنه عشان اقدر اسحب ارباحي من اي بنك ويسترن يونيون 21 سنه. الموضوع ما فيهوش اي صعوبه يا جماعه. انت ممكن تسحب على والدك، على والدتك، على اخوك، اختك، اي حد قريبك، اي حد صاحبك فوق ال 21 سنه او عنده 21 سنه. الموضوع بسيط جدا، انت كل الموضوع بتكتب اسمه مش اكتر يعني. بس بجد اتمنى اكون وضحت لك الموضوع ده، عشان الموضوع ده مستفز جدا لناس كتير دايما قلقانه انا هسحب ارباح ازاي. طب انا عندي 14 سنه 13 سنه. انا قلت لك السن القانوني من اول 16 سنه عندنا في مصر، من اول ما انت بتطلع بطاقه فانت تقدر تسحب ارباحك من اي موقع، اي موقع في الدنيا، حتى لو بيسحب على اي حاجه. انت ممكن تروح لاي وسيط، مش لازم وسيطنا. وسيطنا ممتاز جدا، ولكن بيرفض بعض الحاجات. يعني مثلا مش بيقبل كل حاجه من الحاجات، الناس الطبيعيه اللي زي كده ممكن ما يقبلش، ممكن يقبل شركات بس مش عارف ايه. فوقك من ده عندك وسيط عن طريق خمسات. لو رحت عند خمسات
اخر الصفحه تحت هتلاقي موجود وسطاء مليون. ده طبعا وسيطنا ممتاز، ولكن ايه، دول ناس متخصصه اكتر. هتروح عند الناس دي هتلاقي كل وسائل الدفع اللي تتخيلها ممكن تسحب عن طريقها، ويبعت لك فودافون كاش. انت في بلد تانية عايز تسحب باي بال، الموضوع بسيط جدا، اسحب على الوسيط والوسيط يحول لك. الموضوع سهل جدا، تمام. ولكن اتفقنا في مصر 16 سنه عندك انت في اي بلدك، اول ما انت بتطلع بطاقه فانت هتقدر تسحب فلوسك من الانترنت. عايز تطلع فيزا 18 سنه عندك انت في بلدك ممكن يختلف، ولكن الفيزا هتستخدمها في ايه؟ في انك تفعل باي بال عشان تقدر تسحب عن طريق وسيله دفع عامه زي الباي بال. تالت حاجه ادسنس، ادسنس 21 سنه، وده عندنا في مصر بس. مش هتكلم اكتر من كده في الموضوع ده، وزي ما قلت لك الموضوع ده بيختلف من بلد لبلد وبيختلف من بنك لبنك. فادسنس بيختلف من بنك لبنك. احنا عندنا 21 سنه، انا حاولت وفشلت، فعندنا 21 سنه بس كده. شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو للاخر، اتمنى يكون فادك بجد، اتمنى اكون يعني شلت لك التوتر والحاجه اللي بتيجي للناس كلها، المبتدئين بالذات الصغيرين في السن اللي بيكونوا عايزين يسحبوا ارباحهم مش عارفين السن القانوني للربح والشغل على النت. فاتمنى اكون وضحت لك الموضوع ده، واتمنى ما نتكلمش فيه تاني عشان ناس كتير بتسال الموضوع ده، اتمنى اكون وضح بشكل كويس. في فيديوهات تانية تبقى حلوه جدا ان شاء الله في الفتره الجايه، ولكن يعني ايه معلش استنوني شويه، ولكن يعني كل حاجه في وقتها تبقى حلوه وبس كده. شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو للاخر، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.